سلامتك بيتك أهم ما عندك، شعار انطلقت منه حملة صحية توعوية تركز على تعريف وتثقيف المواطنين والمقيمين في الكويت بأهم الممارسات للحفاظ على سلامة الأغذية. ويقود الحملة فريق من خبراء التغذية المتمرسين بهدف الوصول إلى أكبر عدد من العائلات، عوضا عن خلق حوار وطني حول أهمية سلامة الأغذية في المنازل. تنطلق هذه الحملة في الوقت الذي أصبحت فيه السلامة الغذائية قضية صحية مقلقة في مجتمعنا، فيسود اعتقاد في الكويت اليوم أن غالبية حالات التسمم الغذائي ناتجة عن تناول مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلا أن أغلب هذه الحالات في الواقع تحدث نتيجة لتلوث الغذاء الناجم عن مختلف تركيباتها. السؤال الكل يسأله، هل الكل مرتاح مع سلامة الأغذية بالكويت؟ والجواب اللي أسمعه من كثير من الأخوان والأخوات إنه لا والله، إحنا ما إحنا متأكدين، ما إحنا عارفين، ما إحنا كذا. القلق هذا، والإنسان فعلا عدو ما يجهل، القلق هذا قاعد يسبب عند الناس عدم شعور بالرضا.